اغتصاب حقوق برشلونه في اسبانيا وعقوبه رافينيا والسبب فينيسيوس جونيور والغاء طرد فينيسيوس وغلق مدرجات فالنسيا وتشافي هيتجنن. ايه علاقه طرد فينيسيوس بالعنصريه؟ وريال مدريد بيقدر ياخد حقه في اسبانيا وبرشلونه ما بيقدرش. من الاخر الدنيا والعه وفي دقيقتين هتعرف تفاصيل كتير في الفيديو ده. بعد المشكله الغير اخلاقيه من جماهير نادي فالنسيا مع فينيسيوس جونيور اللي اخذ بطاقه حمراء وبعد كده اتلغت من لجنه المنافسه التابعه للاتحاد الاسباني لكره القدم اللي قررت قرارات مهمه تخص مباراه فالنسيا وريال مدريد وبيان اللجنه اللي اصدرته عن تقرير الحكم في محضره بيقول ان كان في صيحات عنصريه ضد فينيسيوس لاعب ريال مدريد واثرت على سلوكه الطبيعي واعتبرت ان المخالفات اللي حصلت خطيره جدا واعلنت لجنه المنافسه اغلاق مدرجات ملعب فالنسيا بشكل جزء الخمس مباريات وعقوبه ماليه قدرها 45000 يورو. وعن عقوبه رافينيا لاعب نادي برشلونه الاسباني اللي اعلن تعاطفه وتضامنه مع زميله مواطنه فينيسيوس جونيور على حسابه في السوشيال ميديا وكمل عمليه التضامن دي في وقت تغييره في ماتش بلد الوليد وقلع التيشيرت اللي عليه رساله دعم لفينيسيوس جونيور والحكم اداله انذار مباشر وقت تبديله. اما عن الكلب ميكيلين في الاتحاد الاسباني لكرة القدم وان تظلمات ريال مدريد بتتقبل عادي ويطير فيها طقم مكون من 6 حكام والغاء بطاقه حمراء لفينيسيوس اللي تشافي هرنانديز متضامن انسانيا مع فينيسيوس جونيور واعلن ده وبيأكد في المؤتمر الصحفي على الرقابه على الافعال العنصريه والاهانات. هو تشافي اللي بيسال سؤال مهم وهو ما علاقه طرد فينيسيوس جونيور بالعنصريه ومستغرب من قرار لجنه المنافسه بسحب البطاقه الحمراء من لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور وبيقول ان الطرد ملهوش علاقه بالعنصريه والطرد كان حدث تاني جوه الملعب. من الاخر كده ريال مدريد بيقدر ياخد حقه في اي وقت وفي أي مكان وزمان وبرشلونة عليه بس يحصل معاه نيمار زي طرد ليفاندوفسكي بدون اي سبب او دخول جماهير اسبانيول على الفريق في ارض الملعب. واعتقد ان دي كارثة ما تقلش ابدا عن مشكلة فينيسيوس بل بتزيد. لكن الموضوع انتهى لحد كده ولا سمعنا عن عقوبات لنادي اسبانيول ولا اي موقف يليق بموقف كان ممكن تروح فيه ارواح كتير. فياريت تقول لي رايك في التعليقات. هل برشلونة بيتعامل زي ريال مدريد في اسبانيا من الادارات المتحكمة في منظومة الليغا ولا خير اللهم اجعله خير في عدل ومساواة وانا اللي مقفر ومش واخد بالي؟